الرقمي هو أحد الدعامات الرئيسية لتطور أي مجتمع من المجتمعات، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحظى بتطور وتنمية مستدامة دون أن يأخذ بأسباب التطور ودون أن يأخذ بأدوات هذا التطور. وأحد أهم أدوات هذا التطور هو التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. ولذلك إحنا دايما بيسعدنا أن يكون هناك شركات وطنية عربية خالصة تعمل في هذا المجال وتقدم هذه التكنولوجيا، حتى نكون في أمان من الاستخدامات الخاطئة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ولذلك يسعدني في البداية أن نعرض فيلما قصيرا عن شركة أنفاسيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي شركة عربية خالصة تقدم تكنولوجيا ذكاء اصطناعي آمنة تماما، فآمنة للأسرة، آمنة للأطفال، آمنة للاستخدامات البيزنس نفسه. دايما سياستنا في أنفاسيف ان احنا دايما بنقول when we reach to one top we invent a new top، يعني لما احنا بنوصل لقمة بنخترع او بنعمل نيو قمة جديدة. واحنا النهاردة في وجودنا في مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي هو واحدة من القمم اللي كنا نطمح ليها، وعشان كده احنا ان شاء الله بوجودنا من مكتب القاهرة وحتى كمان من مكتب دبي هنكون لينا وتواجد في جميع البلاد الأفريقية وفي العالم كله، لأن منتجات الإنترنت منتجاتنا من حيث في جميع المجالات بنقدر نتكلم في مجالات الاتصالات، مجالات التسويق، الموارد البشرية، الحسابات، السياحة والسفر، كل المجالات دي تندرج تحت اسم أنفاسيف. وده الغرض اللي احنا كنا بنقول عليه، مكان واحد يقدر يجمع لك كل المنتجات في حتة واحدة. وزي ما بنقول we will not leave unturned stone، يعني احنا مش هنسيب اي حجر مخفي، بنطرق جميع الابواب وبنكون موجودين حتى في مجالات التعليم والاستشارات والميديا والاعلام وكل حاجة.